السلام عليكم حبيبي العزيز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم يا الحبايب ديالي نهار جديد وفيديو جديد، جيت نشارك معكم هذه الخضريه هذه كما كتشوفوا، نشارك معكم البحيره. المهم اجواء الطبيعه، وفي النهايه يا البنات غادي نشارك معكم واحد الطويجين. يا سلام يا سلام، والله العظيم واحد الطويجين يا سلام. المهم اخواتي بقاو معايا، غادي نشارك معكم ان شاء الله. المهم غادي ندير لكم جوله في البحيره، ومن البحيره هنايا من هنا غادي ندي داكشي اللي غندير لكم في ديك الطاجين. يلا واحد الاكله العاجبه، الاكله زوينه وطبيعيه وصحيه 100%. يلا اخواتي هانتوما البنات الدرغير شتو بوحدو هنا. المهم اخواتي هنا الملوخيه، زرعنا هنا الملوخيه، واليوم الجني ديالها ها نتوما بدات كدير الوريضات. المهم يلا قلعنا فيها جوج مرات، اي جوج مرات ها نتوما كما كتشوفوا. ها نتوما غادي نوريها لكم هذا الصندوق اللي قلعنا فيها، نزل مع باقي ليه واحد شويه ها نتوما شفتوا. المهم البنات كيديروا فيها العدد الوصفات، مزيانه للشعر، مزيانه للمالين السكر، مزيان كلشي اخواتاتي. المهم غادي نسيب لكم فيها واحد الطاجين، غادي تشوفوه ان شاء الله. المهم غير قلت ندير لكم جوله هكا. هنا اخواتاتي القزبور، هانتوما القزبور هاد العام ما داير والو، لا بغا حتى واحد في السوق. القزبور رخيص لواحد الدرجه ما تخيلوش، هانتوما شريف جان جاو هذوك اللي كيشريوه وقلعوا فيها غير شويه شويه صافي. المهم هذا بقى هكا شهر تنحيدوه للبهايم، ما والله العظيم الا ضعنا فيه، والله العظيم ضعنا هذه الجهه والجهه الاخرى. المهم كيما كتشوفوا، ولكن رزق في يد الله. المهم كو عام ورزق ديالو ورزق ديالو كيما كيقولوا. انتما شتو القصب شبع الماء تبارك الله ما شاء الله، الخضريه كترياح النفس والله العظيم، خاصه في الصباح بكري والعشيه. المهم هنا البنات المخيزه جيت ندي فيها شويه باش نديرها لراسي على حسب شفتو شدتني السخانه. ملي كنديرها لراسي كتمس ديك السخونيه كتمسها، ايوا هادشي اللي كاين حبيبي. المهم هنا الفصه قطعناها، يلا ما بدات عاد تاني كتنور لي بس كتخرج عاد تاني. المهم خواتاتي صافي جيت للدار، ها الملوخية جتها للدار، هنا غادي نشاركها معاكم. هنايا البنات رقدتها في الملحة والخل، غسلتها جوج مرات، عاد رقدتها في الملحة والخل، ملي حيدت ليها الراس ديالها عاود تاني عاود غسلتها بالخل. صافي هنا درت الزيت العود البنات، درت معلقة ديال التومة، البصلة متوسطة مشلضة، قزبور ومعدنوس، هنا معلقة تحميرة، الكمون والبزار. المهم نحرقهم، غادي نديرو واحد شويه غادي نديرو حيت البنات نسيتو. هنا عندي معلقه ديال العصير ديال اللحم، غادي نحيد ليه ديك العلك ديالو. صافي هنا درت شويه ديال الملحه، داير شويه حيت غادي ندير الزيتون. صافي غادي نخلط هذا الشيء وغادي نديه فوق البطاطا يتشحر ليا، عاد ندير الملوخيه ديالي. المهم البذره كطيب دغيا، زعما ما كتاخذش الوقت، ما كتاخذش البنات الوقت، دغيا دغيا كطيب هانتوما. ملي شحرت تشحرت ليا البصله حيت الحرقوم نسيت ما درتو في الاول، هنا درتو درت غير ديك الحرقوم الطبيعي. صافي هنا غادي ندير الملوخيه ديالي، غادي نديرها دابا وغادي نخليها طيب. ولا البنات كتجي زوينه خاصه مع اللحم، كتجي المهم كتجي زوينه بلا هكا، لا حتى الا درتوها باللحم مع اللحم، ولكن الدجاج ما كتجيش هي بعد الدجاج. صافي هنا درت واحد المطيشه، نص ديال المطيشه الكبيره اللي قشرتها وقطعتها، ودرت المطيشه السوريز بحال هكا، ما قطعتهاش هي غير غسلتها مزيان ودرتها بحال هكا على حساب التزيين. المهم نكون نتوما على حساب ذوقكم. صافي الزبيدينات كما كتشوفوا، غادي ندير شويه ديال الربيع من الفوق، والفلفله الحاره نسيتها ولكن درتها في الاخر، غادي تشوفوها في النهايه ديال الطاجين البنات. المهم هذا هو الطويجين بالملوخيه بدون اللحم الطبيعي 100%، وزوين البنات وصحي. يلا نتمنى يعجبكم الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والبارطاج والاشتراك، وشكرا منتظرين. الله يعطيكم الخير، يلا والسلام عليكم
حتما عجبكم الفيديو. هو هاد الطوجين ديالي ها الفلفل كيجي يا سلام، واخا الفلفل ما حارش بزاف، المهم كاين يبغي الحر. المهم اللي عندها الهريسه دير شويه الهريسه كتجي حتى هي. المهم اخواتاتي المهم صافي الطاجين ديالي ها هو طاب، راه كتاخذ شي وقت زعما ضايع كطيب. نتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه. يلا بالسلامه عليكم، مره اخرى ان شاء الله.